الملاح أو هكذا يطلق على حي اليهود المغاربة الذي يتواجد قسم كبير منهم في أهم المناطق المغربية كمكناس ومراكش والصويرة والدار البيضاء وغيرها. فالتسامح والتعايش الصادق بين اليهود والمسلمين المغاربة معروف عبر تاريخ المغرب منذ القرن الثالث قبل الميلاد. لقد ولدت وكبرت في المغرب، إنه بلد أبائي وأجدادي، لدينا تقاليد وعادات مغربية يهودية وأنا فخور بذلك. حظي اليهود المغاربة بحماية العاهل المغربي الراحل محمد الخامس من تهديد واعتداء الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر، ما جعلهم بعد ذلك يعترفون له بالفضل ويساهمون بشكل كبير في الحياة الاقتصادية والسياسية بالمغرب. كما منح النظام الملكي المغربي إمكانية عودة اليهود المغاربة من إسرائيل إلى بلدهم الأم متى شاءوا، واستعادة الجنسية المغربية وعدم إسقاطها لمن هاجر إلى إسرائيل. ورغم بعض محاولات استهدافهم من قبل بعض المتطرفين ودعوة زعماء يهود للباقين في المغرب بالهجرة إلى تل أبيب، فإن كثيرا منهم لم يستجب. أما اليهود في المغرب حقيقة اللي بقوا يعني بعد 50 عام الأخيرة، معناه هذا أعطوا برهان على تعلق ديالهم بهذا الوطن، هذا الوطن اللي ما مستعدين شيء يبيعوه ولا يسمحوا فيه بعد 2000 عام. وعلى مدار أعوام يعيش اليهود المغاربة بسلام وطمأنينة محافظين على شعائرهم الدينية التقليدية اليهودية. إكرام الأزرق، NBC.